يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح بأن السكوت عما شجر بين الصحابة هو اعتقاد لبعض أهل السنة وليس كله وليس كلهم؟ هذا كذب على أهل السنة، بل كل أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة. هذه عقيدة، هذه عقيدة أهل السنة. اللي يقول أن هذا عقيدة بعضهم هذا كذاب، يكذب عليهم. وما أكثر الكذابين اليوم، وما أكثر المتخرصين اليوم، بسبب أحد أمرين: إما قلة العلم، وإما قلة الدين. واجب على الإنسان أنه يترك هذه الأمور، ولا يفشي في الناس وفي طلبة العلم هذه الأفكار التي تتلجلج في صدرها وفي رأسه. نعم.